يا شباب، أخباركم تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله، كيف أخبارك؟ الحمد لله. تمام الحمد كيف لله، انت يا الله يديك دكتور؟ العافية. والله الحمد لله في الحمد نعمة، لله. الله يديك العافية. الله يسلمك. طيب نبدأ طوالي يا جماعة. تفضل. نبدأ. تمام. متابعين الصفحة على الفيسبوك بيقولوا إنه لسه اللايف ما بدأ عندهم. معليش، اللايف شغال في الفيسبوك؟ يا شباب سامعني؟ ايوه سامعينك. سامعين يا دكتور، حبابكم. الله يهديك العافية، بارك الله فيك. شغال على الفيسبوك يا دكتور؟ شغال. اوكي تمام. طيب عندكم سؤال قبل ما نخش في الدرس؟ شغال على الفيسبوك. ايوه اوكي تمام. في نعم، في على الكويت الابراهيميه الاخيره. معليش ما سامعك الصوت، صوتك بيجيني. على الريفيو على الكويز بتاع امبارح. اوكي اوكي، جدا جدا ما في مشكله. طيب اعمل شير للسكرين بتاعتي. اوكي طيب. شايفين الشاشة ظهرت لكم؟ ظهرت. اوكي تمام. طيب قبل ما نمشي للأسئلة، انا دي الاستاتستيك بتاعت الأجوبة بتاعتكم كويس، فبشوفها يعني ما شاء الله تبارك الله، يعني الشباب مجتهدين يعني. ف يعني شوف الإجابة الصحيحة هنا يعني 54%، يعني جايبين 12 جايبيننا صح يعني. اوكي 22 جايبين، يعني كل الكلاس عندي جايب السؤال الثاني صح. اوكي السؤال الثالث يعني عندي 16 جايبينه صح. اوكي وهكذا يعني. فانا دي عشان كده الكلاس روم ده جميل جدا جدا يعني، وريني الاول الجوجل فورم بيديني ستاتستيك انه السؤال الخلاصه اللي انتم الحته اللي فهمتوها تمام، والحته المحتاجين ان احنا نرجع لها ثاني. فبليز يعني اي واحد معي هنا في الزوم، انا يعني عملت الليله كابت للكلاس، يعني انه الكلاس يكون يعني ماكسيمم 30. فاي زول يا جماعه معي هنا في الزوم، انا يعني جبت دخلت في الجروب بتاع الواتساب. اهم حاجه اشتغل الكويز. انا يعني بيفيدني يكون في الزوم عشان نستفيد كلنا، عشان المداخلات ذاتها بتكون جميله يعني، بتفيدنا يعني، انا ذاتي بستفيد منها. اوكي وكلنا مع بعض بنستفيد منها، فدي الفكره بتاعت الزوم. لكن لظروف الشبكه في السودان، لظروف الناس الشغاله وكده، ما في مشكله. الناس ممكن تتابع الفيديو later on في الصفحه او في اليوتيوب. الشباب ما مقصرين يعني، خدتناها في اليوتيوب وفي الفيسبوك. اوكي فلكن الحاجه المهمه مهمه جدا جدا تسمع سمعت المحاضره، لازم تعمل الكويز. الكويز دي لانه بتوريك انك انت فاهم الشغله يعني. تمام. طيب نجي للاسئله. اوكي السؤال الاول اي ثينك انه ما عندكم مشكله كبيره، فممر عليه يعني. البروجرام نحن عندنا زي ما اتفقنا انه يا جماعه الاربع اسئله دي في سؤالين انت بتستبعدهم طوالي. اوكي
السؤال الأول designing a website to the HR in your organization ده ممكن يكون بروجكت على فكرة، ممكن يكون بروجكت، لكن مستحيل يكون بروجرام، لأنه إحنا اتفقنا إنه البروجرام هو مجموعة بتاعت مشاريع، أوكي؟ لكن في النهاية سوري يا شباب سوري. طيب البروجرام هو مجموعة بتاعت مشاريع، لكن بتأدي الغرض الاستراتيجي الخطاه الشركة. يعني ما بكون يعني دي نقطة مهمة جدا جدا. أنا مثلا ضربت مثل ب بوينغ، كويس؟ بوينغ بتعمل مثلا عمل الطيارة 777، أوكي؟ 77 دي ما مشروع، دي بروجرام، برنامج، أوكي؟ لأن في النهاية بوينغ عايز تطلع الطيارة الفيرشن 777، أوكي؟ لكن لما يكون بوينغ دار تعمل 777 ودار تعمل ماكس ودار تعمل ده، نحن بنسميه بورتفوليو. أوكي؟ طيب نحن هنا الأول إنه تعمل ويب سايت للهيتشار بتاعك، دي حاجة جميلة وحاجة ممتعة وبروجكت يعني، لكن مستحيل يكون بروجرام. أوكي؟ عندك opening a branch of successful restaurant chain in Omdurman ده زيه زي الويب سايت، زيه زي ده مشروع، أوكي؟ ما حد يعني ما حيمشي في المستوى بتاع البروجرام إلا إنك أنت داير تعمل مجموعة بتاعت مطاعم، والمجموعة بتاعت المطاعم دي تعملها في different places. يعني أنت داير مثلا في سنة 2021 تفتح دومينيز بيتزا في الخرطوم، في السودان مش في الخرطوم، ده ممكن يكون بروجرام، برنامج بتاع سنة كاملة تفتح في الخرطوم، في أم درمان، في بحري، في مدني، في لوبيت كده يعني. أوكي. تجي لآخر واحد build an nursery in your area project، أوكي؟ لكن project يعني حاجة واحدة single، يعني إحنا بدأنا نبني النيرسري ده ونمشي. عشان كده الإجابة الصحيحة هي استخراج الغاز والبترول من منطقة شرق السودان، أوكي؟ لأنه ده مجموعة بتاعت مشاريع. شوف أنت استخراج البترول أول حاجة دار تعمل الاستكشاف، ده بكون مشروع براو. بعد شوية أنت دار تنقل الأنابيب، ده مشروع براو. بعد شوية يعني الموضوع ما سهل، يعني في الأربعة ديل أنت بتشوف أكثر واحد فيهم يعني ممكن يكون في مشاريع متعددة، واللي هو ده رقم اثنين. معلش ملاحظة يا دكتور، إن لو لاحظنا الثلاث خيارات اللي استبعدناهم دي كلها مفردة، يعني كلها يس، كلها بروجكتس، كلها مشاريع. أيوه أنا ذاتي يعني أنا I was very glad إنه شنو معظمكم جاوبوا إجابة صح، يعني خلاص أنت بعد ذلك قدرت تستنجمش تفرقوا بين البروجكت وبين الـ بين الـ بين الـ بين البرنامج، وده كده خلاص. دي احنا دي دايرين للامتحان، ما دايرين اكثر من كده، انك انت بس تعرف البرنامج شنو والبروجرام والبورتفوليو، اوكي؟ لانه بعدين في حاجه اسمها اداره البرامج وفي حاجه اسمها اداره البورتفوليوز، اوكي؟ ده لما خلاص الواحد يمشي لقدام في اداره المشاريع وكده يعني. طيب نمرة اثنين ده انا ما حناقشه، اوكي؟ الا واحد يكون عنده سؤال سريع، لانه نحن ناقشناه وامس، الاجابه واضحه جدا، اوكي؟ اللي هو التايم والكوست والسكوب ديل هم ديل الكونسنتريت بتاع البروجكت. طيب البومن اوف اوثوريتي وين؟ يا شباب weak matrix. strong matrix. في strong matrix. لا ما في weak matrix. في weak matrix ما عنده أي power، ما عنده أي authority. الauthority مع رئيس الجسم، أوكي؟ وممكن اسمه ذاته ما بكون اسمه project manager، بكون اسمه مشرف، أو باسمه نحن سموه بارح عامر، كنا شنو ملاحظ ولا شنو؟ اللي هي coordinator مراقب. نعم مراقب، اللي هو بالعربي بالانجليزي اللي هي كوردينيتا مشرف واكسبكتيتا، ده في الويك ماتريكس وفي الفانكشنال. البالانس هو اسمه بروجكت مانجر، لكن برضه بيقسم الصلاحيات مع رئيس القسم. اما في السترونج ماتريكس وفي البروجكتايز هو بكون عنده الفول اوثوريتي،
اوكي اللي هو الفول وصرت شنو هو اللي بيعين التيم معه يس بيعين التيم هو عنده البودجت هو اللي بيتحكم في الريسورسز هو اللي بيمشي بيشتري الريسورسز كده لكن في حته الويك ماتريكس والفانكشنال الحاجات دي كلها مع رئيس القسم يعني باختصار ممكن نقول الديسيجن ميكر ديسيجن ميكر يس اللي هو عنده ال 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 الفول اوثوريتي يس يس المايس اوكي نمشي هنا لل دم اللي قاعد يشخبط لي في الشاشه بتاعتي ده اوكي اكيد دي انتي ضحكتي كده ان شاء الله دي وين اوكي طيب ان يور اورجانيزيشن مانيجي نعم يا بنات اقعد ساكت ده تيربنس اقعد ساكت يا بنات لا شكله اسرع ما اعرف لكن اوكي طيب في الاورجنايزيشن يا شباب دي تاني في الاورجنايزيشن المانجينج ذا ستاف مانجينج ذا ستاف شيرد بين البروجكت مانجر والبروجكت مانجر دي وين دي في الفانكشنال بالانس لا ما في الفانكشنال الفانكشنال شوف الفانكشنال ده البروجكت مانجر ما بيقدر يعمل اي حاجه ما بيقدر يعني لكن الريسورس بولينج يعني لا ما بيقدر افتكر ما عنده ما بيقدر شوف في الـ في الـ في الفانكشنال ما بيقدر لا عنده سي على الموظفين لا على المعاو يعني التيم ممبرز ولا عنده سي في البودجت ولا عنده سي في الريسورسز فهي ديزا دائما لما صار في الريسورسز والبروجكت مانجر ما قاعد ياخذ ديسيجن دي معناها الاورجنايزيشن معناها فانكشنال okay. لكن لما يكون هو لما يكون ايوه بالانس ماتريكس نعم لما يكون 50-50 بيكون بالانس اوكي طيب again نفس الشيء you work in the HR department and your manager has asked you to coordinate a project شفت الكلمة دي very tricky coordinate a project انت طوالي مما قال لك هناك line manager و HR department معناها functional ممتاز طيب صاحبك جا قال لك هو نعم functional yes صاحبك جا قال لك يا اخي هو شغال في مشروع run by a coordinator الاستراكشر بتاعت الاورجنايزيشن شغال فيها صاحبك شنو functional برضه very good excellent طيب which type of organization yes which type of organization suitable for a complex project matrix complex yes شوفوا السؤال ده هنا يا شباب لأنه هنا أول حاجة أنت بتستبعد الجوفرمنت ما في حاجة اسمها ما عندنا في الأورجنايزيشن ما عندنا حاجة اسمها جوفرمنت دي بتشيلها برا أول حاجة ماتريكس وبتشيل الهايبريد طيب سوتابل فور كومبلكس بروجكت يس في الماتريكس ولو كان جايب لك سترونج ماتريكس أنت بتختار السترونج ماتريكس يس تمام لكن هو هنا ما جايب لك السترونج ماتريكس أنت حتغمد تختار الأقرب تمام طيب نمشي سريع في 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 واحد بيكتب في على الكيبورد عنده أسئلة على ما أظن طيب بيكتب في الكيبورد نشوف المشرف يكون وين كيف ما فهم طيب أنا قصدي يا دكتور إنه كوردينيتر هي منسق والمشرف سوبرفايزر بس عشان نمشي كويس يعني ما مشرف او منسق يعني هي ما 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 يعني ما اختلفنا لكن ناس البي ام اي مسمينها كوردينيتر واكسبكتيتر ما مسمينها سوبرفايزر في حاله انه مدير المشروع في الـ في الـ في الفانكشنال وفي الفانكشنال بيكون اسمه كوردينيتر او اكسبكتيتر سوبرفايزر ما في يعني لو جاب لك واحد من الخيارات سوبرفايزر ما 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 استبعده يس طيب the government introduced a law requiring all teachers to have a child protection course before the start of the new academic year طيب
الحكومه قالت انه والله يا اخي المعلمين دي لازم يمشي يعملوا لي كورس بتاع حمايه الطفل. اوكي كيف يتعاملوا مع الطفل، كيف الحاجه الجميله دي يعني. اوكي طيب ده مشروع ولا ما مشروع؟ مشروع من الشروع ليجل. يس ليجل ريكويرمنت. ليجل ريكويرمنت اكسلنت. دي واحده من الحاجات المفروض المشروع يقوم بها. احنا قلنا ليجل ريكويرمنت، بزنس ديماند، كاستمر ريكويست، انفايرومنتال ريسبونسابيلتي. اوكي بزنس بزنس ديماند بزنس ديماند. يس دي الحاجات المفروض يقوم يتعامل بها مشروع يعني. تمام تمام. طيب طيب in every project which yes يا دكتور معلش اجاوب شنو؟ الجواب هو yes، لانه لما انا جاوبت yes جايني انه اصلا ما عنده جواب. لا لا هو صح فعلا، لكن انا عشان كده رسلت لك قلت لك انت جبتهم كلهم صح. عليك الله. ايوه رسلت لك في طوالي قلت لك انت ما شاء الله جبتين كلهم صح، بعد ذاك فطنطليه خطيت له درجه ما شاء الله انت شاطره. يا دكتور بالنسبه لل انفيرومنتال ولا لابد من نتطرق للجزئيه بتاعت انه في الانيشيتنج اللي هو الايفا والاوبا هذول اللي هو الانفيرومنتال اورجانيزيشن. ايوه صارت شايفه في التوتال اللي هو في الانبوت والاوتبوت دائما بتكون هي كمعطيات دائما كانبوت الايفا والاوبا. ايوه دي ماشين ماشين على يس. دي لسه الحين شايفه كثير كثير ممكن ايه ذكرت كثير اللي هو الانفايرومنتال. لا انا هنا لما نتكلم لما قلت الانفايرومنتال واحده من الاسباب اللي بيقوم بها بروجكت يعني حاجه للبيئه حاجه بتخص البيئه. مثلا اللي جينا عندنا انه في الخرطوم مثلا في وسخ كثير جدا جدا، فالوسخ ده احنا لازم نتخلص منه بطريقه ما تضر البيئه ولا تضر الانسان ولا تضر الحيوان، فممكن نتعامل مشروع للحاجه دي. دي واحده من دواعي المشروع، لكن لسه ما جينا في الاي اي اف والاو بي اي، دي حنجي ان شاء الله باذن الله. شكرا يا ظريف. طيب what is the sorry in every project which is the process group that you need to follow. احنا عندنا قلنا نمبر 1 عندنا كم؟ عندنا 5 processes. اوكي process group. طيب هل هي نمبر 2 الانيشيتنج دائما؟ لا ستارت الستارت ما انكلود نمبر 1 كده. مجرد انت ما لقيت ستارت لقيت كلمه كده ما ياها استبعد السؤال طوالي. عندك مثلا رقم 1 ورقم 3 و4. طيب رقم 1 رقم 4 استبعاد لانه فيها ستارتنج. بالضبط كده رقم 4 بتستبعده فيها ستارتنج. اوكي انت عندك ابعدت 2. عندك رقم 3 ما فيها 3 عناصر ناقصه بروسيس فيها 3 بروسيس جروبس. بالضبط كده ناقصه الاكسكيوتنج وناقصه الكنترول الكنترول مونيتورينج كنترول. يس ناقصه البلاننج ناقصه البلاننج. يس وناقصه المونيتورينج والاكسكيوتنج. اوكي يا شباب لاست كويشن وات از ذا بيست تايم تو اساين ا بروجكت مانجر. ده من الاسئله السهله الممتنع هو انيشيتنج. انيشيتنج دائما انيشيتنج لانك لو قلت هو صح ذا ستارت اوف ذا بروجكت لكن الترمينولوجي ما صحيحه يس. ممكن يكون 200 في الستارتنج بتاع البروجكت. ممكن البروجكت ده ستارت يعني دورينج الانيشيشن. بالضبط كده. اوكي فالاجابه الصحيحه هي دورينج ذا انيشيتنج اوف ذا بروجكت. تمام يا شباب تمام. This is about the quiz. وشكرا جزيلا 23 ما شاء الله يعني response which is very good يعني. لكن يا جماعة يا شباب معليش عندي خلاص مسجلين تقريبا زي 30. أي واحد اسمه هنا مثلا gray still ده لحد بكرة لو ما تواصل معايا أنا هشيله. هنا gray أوكي معناها ده ما وهنا gray أوكي. فعندي 3 لسه يعني ما اكتف ده انا هشيلهم عشان ما يضيعوا علينا الوقت وما نعرف انه الاستاتستيك بتاعنا لانه احنا بنهايه دارين هنعمل ايفالويشن للكورس ده. هنعمل ايفالويشن وهنخط التقييم بتاعنا لناس
دكتور انور، ولو يا ريت ناس دكتور انور دي شافوا لنا شيء حاجه زي شهاده تكميليه بعد ما ننتهي من الكورس دي بنتناقش بعد نهايه النهايه ان شاء الله. تمام يا شباب ان شاء الله. طيب موفون هنمشي نمشي للدرس بتاعنا. طيب معلش في زول بيكتب. لا دكتور انور قال لك ابشر. اوكي تمام. اوكي طيب يا شباب نمشي للدرس بتاعنا. طيب انا عملت يعني عملت استراتيجيه جديده ان شاء الله في اللي حقوم اول ثلاث سلايد او اربع سلايد هتكون ريليتد للدرس القديم، نعمل بيه زي ريكاب وبعدين نبدا في الدرس الجديد، على اساس انه لو اي واحد مثلا حس انه والله في معلومه ما وقعت له او وقعت له نصكم كده باجي يعني. تمام تمام تمام. طيب نجي للدرس بتاعنا. السلايدز معاكم تمام؟ شايفينها كويس؟ ايوه اوكي تمام. طيب ان شاء الله الليله الاجنده بتاعتنا هنتكلم عن البروجكت لايف سايكل، اتكلمنا عنها امبارح لكن واي نوت انه نديها مسحه سريعه كده. هنتكلم عن البروجكت فيسز والفيسز جيتس. اوكي بعد ذاك هنجي نتكلم عن البروجكت مانجمنت بروسيسز جروبس اللي هي الانيشيتنج والبلاننج اكسكيوتنج مونيتورنج اند كنترولنج، وهنختم بالكلوزنج بروسيس جروب. اوكي ثاني ان شاء الله من الدرس الجاي هنبدا نخش في اي واحده بالتفصيل، يعني هنخش في الانيشيتنج نمسك الانيشيتنج دي يعني نمعيطه يعني واحده كده لحد ما رقد صلاه. تمام كويس. في سؤال يا دكتور. yes. يعني بس يعني بعد يعني بعد كل محاضره هل الناس بتراجع ولا؟ لانه انا يعني ملاحظه نقاش مع بعد الحلقه في يعني بعد المحاضره في الواتساب، الحته دي انا دايره بس يعني عشان تو ميك شور انه يعني الواحد ما يعني هل في مراجعه بعد المحاضره ولا والله شباب الشباب يعني راجعوا ما شاء الله شباب راجعوا وانا يعني انا شليق يعني بمشي بتداخل معاهم يعني لكن ما في حاجه اوفيشال يعني الاوفيشال اللي هي عشان نحصل معاكم ما شاء الله قصه دي لا النقاش لا جد والله انا يعني امبريس الليله يعني شديد اتبسطت والله ودي زاد بالمناسبه بتديني موتيفيشن انه انا يعني ابدع معاكم يعني فالنقاش كان جميل ودبر انه الشباب ما شاء الله يعني عايز الفكره يعني. طيب تمام البروجكت لايف سايكل يا جماعه ده هي البروجريشن بتاع البروجكت. اوكي اللي هي نحن قلنا البروجكت ده يا جماعه عنده ستيجز، عنده مراحل، مرحله الطفوله، مرحله الشباب، مرحله كده لحد ما ينتهي. اوكي فدي هي البروجريشن اللي هي نحن دي بنسميها البروجكت لايف سايكل، زي ما قلت لكم انا لقيتها في واحد مترجم ترجمه عربيه اللي قال الدوره الحياتيه للمشروع. اوكي ف anyway هي في النهايه سايكل دوره يعني لحد ما نحن بنبدا من البدايه لحد ما نسلم الزبونه دي المطبخ بتاعها او نسلم او نطلع البترول او 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 نعمل الجامعه اللي بيحلم بها دكتور انور. اوكي طيب تمام. البروجكت لايف سايكل يا جماعه ممكن تكون بلان دريفن او تشينج دريفن. في اي واحد يا شباب عنده كلو عن what does it mean plan driven or change driven؟ شبابنا عامر سعيد بلا طيب plan driven دي شنو يا جماعة؟ يعني أنا من البداية داير أعمل بلان لحاجة، داير أمشي أطلع البترول في شرق السودان. أوكي دي معناه أنا بعمل الخطة بتاعتي in advance. أوكي طيب انا والله شغالين نحن في مثلا السعي دي مثلا عندنا في وزاره التعليم العالي في السودان عندنا مشاكل في الريسيرش. اوكي الريسيرش ده ما عنده فريم مثلا انا ما اعرف في عن السودان عشان ما انا يعني عندنا والله مشاكل في الريسيرش، الريسيرش ده ما عنده فريم ورك، ما عندنا يعني جايد لاينز، ما عندنا شنو نحن ممكن نعمل تشينج دريفن بروجكت. اوكي يعني التشينج هو اللي خلانا نحن نمشي نعمل البروجكت، التشينج هو اللي خلى انه البروجكت ده يقوم. مرات انت في نفس البروجكت شغال
ممكن تعمل change driven، ودي نحن قلنا حنتكلم عليها لما مثلا الكاستمر أو الزبون في مرحلة من مراحل التنفيذ في حاجة مثلا ما عجبته، أنت ذاتك كمدير مشروع في حاجة غيرتها لأنه مثلا الريسورسز اتقطعت، مثلا عايز تعمل 5 طوابق فجأة كده السيخ انتهى أو الأسمنت وقف لمدة طويلة، كويس أنت ممكن تتفق مع الكاستمر إنه والله يا أخي نحن نعمل 4 طوابق، أوكي أنت هنا بتعمل شنو؟ بتعمل حاجة اسمها تشينج، أوكي فبتعمل بتقوم بتغير البلان بتاعتك، بتبقى بعد ده بتبقى تشينج، التشينج هو جبرك إنك أنت تغير الحاجة دي ويخليك تعمل مشروع جديد، يعني مشروع داخل مشروع، يعني عشان تصل للنتيجة النتيجة النهائية. لكن انتو مين وايل افهموها كده، يعني انه والله يا اخي نحن عندنا مشكلة في حتة عايزين نحلها، اوكي ده معناه change driven، اوكي وعندنا مشروع جديد يعني ما اتعمل قبل كده. معلش مداخلة بس تفضل. يعني علاقته شنو change request؟ طيب change driven change request ده بيحصل 200 change request ده مثلا انت شغال في الـ خلاص البروجكت بتاعك بدأ التنفيذ، اوكي بنيت مثلا البروجكت بتاعك ده عماره 5 طوابق، اوكي لما انت وصلت خلاص عملت السكيلتون بتاع العماره وكل شيء، اوكي ودار تجي بعد تروس تاخذ الشقق وكده، قام عندك انت الخريطه شغال بيها، الكاستمر قال لك يا اخي معليش انا والله دار اغير الحاجه دي، طبعا ده يعني تغيير ده معناه شنو؟ معناه قروش، معناه زمن، معناه انت السكوب بتاع البروجكت هيحصل فيه تغيير، اوكي الحاجه دي ما بتتم الا عن طريق بانل، عن طريق اللي هي مجموعه استشاريه في البروجكت ذاته، المجموعه الاستشاريه دي بتكون منها المدير المشروع وبتكون منها السبونسر ذاته اللي عايز التغيير ده، وبتكون منها مدير الشركه لو اصلا انت يعني شغال شركه او المقاول الكبير شغال معك، اوكي دي نحن بنسميها اللي هي change request committee، لجنه بعد ذلك هم بيغرروا انه والله يا اخي التشنج ده جو اهيد ولا لا التشنج ده ما بينفع، نحن ممكن نواصل في البروجكت نمشي الـ يعني نمشي عادي، يعني انه يقنعوا الزبون والله يا اخي انت ليه خايف من شنو الموضوع ده عادي وبيظبط وكده ويدوه اشورنس يعني. يقولوا له اوكي دي حنجيها بعدين لما نجي نتكلم عن المونيتورينج اند كنترولينج، انت في المونيتورينج اند كنترولينج لازم يكون عندك اللجنه دي تكون عارفه، تكون يعني تكون عارف انه والله اي بي سي زد ديل هم المسؤولين من التشنج وانت معاون كمدير المشروع، اوكي دي اسمها التشنج ريكويست كوميتي، وان شاء الله حنجي نتكلم عنها في لقدام يعني. طيب معلش عفوا سؤال يا دكتور تفضل. هل التايب الاول اللي هو البلان عفوا بلان شنو بلان دريفن يعني بلان دريفن دي معناها البروجكت هيتم من اي تو زد اكوردنج تو بلان ما حيكون في اي موديفيكيشن ولا اي حاجه؟ لا هي كله في الحالتين بتاعت انك انت البروجكت بتاعك مفروض يمشي سيكونس يمشي متسلسل، اوكي لكن البلان دريفن شنو انت من البدايه عامل بلان انك والله يقدر تعمل، يعني مثلا انا اجيب لك بحاجه ثانيه، انت البلان بتاعتك تمشي تعيد في السودان، اوكي وخلاص انت ماشي ومشيت المطار وكل شيء امورك تمام، والله يلقوا انه والله يا اخي معلش الرحله بتاعت الليله يوم الوقفه دي للخرطوم ما ماشيه، اوكي انت عايز تقول اوكي انا والله ما دار ارجع البيت اصلا الليله ما دار اعيد في جدتي، انا دار امشي مثلا دار امشي حته ثانيه امشي هاواي والله امشي واتيفر، يعني بتقوم بتغير في المطار بتغير التذكره بتاعتك، ده اسمه تشينج دريفن اللي هي انك انت طلعت من بيتك دي ما البلان بتاعتك عشان انك تمشي الحاجه الماشيه دي، لكن ان جبرت انك انت تغير المسار بتاعك، اوكي دل تشينج دريفن. بالمناسبه تشينج مانجمنت ده طبعا ده موضوع جميل وان شاء الله الوقت يدينا نتكلم فيه، يعني برضه من الحاجات اللي انا يعني بحبها جدا يعني. تمام اوكي دي عن البروجكت لايف سايكل، يعني البروجكت لايف سايكل هي البروجريشن بتاع البروجكت اللي هي ستيب باي ستيب لحد ما البروجكت يصل للنتيجه بتاعته، اوكي طيب الدايجرام ده يا شباب مهم جدا جدا، اوكي خلونا بس ناخذ لنا فيه زي كم دقيقه كده نشرحه بالتفصيل.
ده هنا ده الدايجرام ده اللي هو اللايف بروجكت لايف سايكل دايجرام، وبتلقوه انا بس عملت له قطع بيست من الكتاب من البين بوك جايد. اوكي، اللي هو انك انت ده عندك اللي هي الاكس والواي اللي هبس ما شنو بالعربي سين وصاد سين وصاد محور سين وصاد محور سين وصاد نعم محور سين وصاد المحور السين والصادي شكرا جزيلا خلاص ذكرتنا ايام جميله يا اخي اوكي طيب المحور السين والصادي هنا عندنا المحور السي الصادي اللي هو ده الكوست والستافينج ليفل اللي هي ده التكلفه التكاليف ايوه التكلفه والاستاف اوكي اليمين ده الزمن السين ده الزمن اوكي نحن دارين نشوف انه والله يا اخي خلال الزمن بتاع المشروع اول مده بتاع تنفيذ المشروع اوكي انه 200 من الكوست بيكون عالي و200 الكوست بيكون اقل و200 الانفولف بتاع الاستاف بيكون عالي اوكي طيب بدايه المشروع يا جماعه الكوست بيكون قليل جدا جدا لانه لحد الان احنا هنا ما صرفنا حاجه احنا بس ممكن نصرف حاجات بسيطه عشان نمشي نطلع الورق من الاراضي مثلا والمشروع بتاعنا كونستراكشن او من وزاره كده عشان بس اللي قالت بتاعت الورق وكده يعني فالصرف هنا بيكون يعني بسيط جدا جدا الاستاف برضو بيكونوا بسيطين اوكي الشغل بيكون لسه يعني الشغل ما بكون كثير يعني ممكن بس البروجكت مانجر لو هو مشروع صغير يعني ممكن البروجكت مانجر يكون هو ساكن الحاجات دي براو بعد ما عينوه الاسبونسر او مالك المشروع عينه هو بعد ده ممكن يشتغل الحاجات دي براو لو كان المشروع صغير لو كان المشروع كبير برضو هنا الشغل بيكون في الستارتنج بروجكت بيكون الكوست والاستافنج بيكون بسيط جدا جدا اوكي الحته دي بتنتهي بشنو الفيز جيت بتاعه يا جماعه لو بتتذكروا الفيز بروجكت كارتر البروجكت كارتر اوكي دونت وري احنا حنفصل البروجكت كارتر بالتفصيل لكن البروجكت كارتر ده بس باختصار كده اللي هو انه البروجكت ده شنو حيتنفذ في كم سنه الاستيتمنت بتاعه المشروع شنو الشهاده الميلاد بتاعه يس اللي هي بس شهاده الميلاد اوكي خلاص دي اللي هي انه والله المشروع ده اتولد لما انت تصل للفيز جيت بتاعت البروجكت كارتر معناها خلاص مبروك والله ان احنا اتولد لنا مشروع اوكي وسميناه وكل شيء خلاص امورنا تمام اوكي جينا ثاني المرحله بتاعت الاورجنايزنج اند بريبيرنج اللي هي البلانينج اوكي انت هنا شغال خلاص عملت البلانينج بتاعك والله نمشي دايرين الاستاف نعينهم من كده الستيك هولدرز كلنا اتفقنا معاهم جينا اجتمعنا بيهم ما عندهم مشاكل انه المشروع ده يقوم اوكي حنتواصل معاهم كيف كله تمام الفيز جيت بتاع الحاجه دي البروجكت مانجمنت بلان خلاص دي البلان ده البلو برينت بتاع البروجكت يعني ده خلاص اي حاجه ديتيل في البروجكت ده بتكون في البروجكت مانجمنت بلان دي اللي هي انت بتعتمد على كبروجكت مانجر دي بتكون شايله في شنطتك ما بتديها ولا يعني ما بتفرط فيها لانه دي اي حاجه فيها بالتفصيل اوكي انك انت بتجيب الريسورسز 200 السيخ حيجيب لك التاجر الفلاني الاسمنت حيجي كده في يوم كده الكهربجي المفروض يجي كده يعني كل شيء بلانينج السكيدول الكوست اوكي بيكون هنا وصلت الحته دي يلا بعد الشغل بيكون الكيك ستارت بتاع البروجكت من الحته دي هنا اوكي اللي هو خلاص بتجتمع مع ناسك كلهم يا جماعه خلاص نحن بكره حنرمي الساس بتاع العماره دي اوكي 8 صباحا نحن كلنا حنجي اجتمعنا مشينا اتغدينا في ولاد ام درمان وفي كده يلا مع السلامه الصباح نجي نتلاقى بكره بتلقى الاليات والانا بدت اوكي خلاص دي هنا الشغل بدا يلا عندك يا شباب ملاحظين مرحله التنفيذ نعم بدينا مرحله التنفيذ ثانك يو فيري ماتش ملاحظين الاستافنج والكوست خلاص بدأت تزيد اوكي حتى شفتوا الغداء اللي مشيتوا اتغديتوه في اولاد الرمان والله في وين ده برضه حيدخل هنا في الحته دي بعدها يلا الشغل الصرف يبدا هنا التاجر الفلاني جاب كده مشينا جبنا الكهرباء حاجات الكهرباء من وين السيراميك جبناه من وين كده 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 كويس هنا النتائج بدأت تظهر خلاص اللي هي سميناها شنو نحن ديليفرابل اوكي النتائج بتاع السكيلتون بدات تطلع خلاص عملنا الطابق الاول وعملنا الطابق الثاني خلاص يعني في المشروع بدا ما انتهى لسه
لكن المشروع بدأ خلاص الحاجات تكتمل أو على مشارف الاكتمال. هنا في الحتة دي يا شباب بتجي حاجة اسمها checking quality. أنت عملت check للكواليتي بتاعتك، عملت check لخلاص الطابق ده كله تمام، أنا خلاص سلمناه، واللي هي دي هنا accepted deliverables. نعم الQC والQA. يس بالضبط كده كويس. quality check الكواليتي تشيك والكواليتي اشورنس. ظبطت الكواليتي بتاعتك خلاص الزبون. نعم اللي انتوا الفيديو ده بيفصلوا تاني بخش بيفصلوا وبخش ولا كيف؟ والله احتمال بس يكون الشبكه عندك. الشباب انتوا سامعيني تمام؟ في مشكله؟ ايوه تمام كويس. اوكي طيب، من اجل الحته دي يا جماعه اللي هي الفيز جيت بتاع 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 السايكل دي هنا اللي هو اكسبت ديليفري. لو في ديليفري ديليفرابل ما اكسبتد نحن معناه ما بنصل هنا، نحن بنرجع ثاني نشوف المشكله شنو. ايوه بنرجع باك اوكي نشوف المشكله شنو. بعد ذاك المشكله خلاص حليناها وكذا وكذا اكسبتد. الفاينل الحاجه دي يا جماعه دي هنا خلاص التسليم. بيجي ال 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 الزبون بيستلم منك حاجاتك كلها تمام، بيمضى لك. اهم حاجه انه يستلم بورق، يعني ما استلم ساكت يعني اوكي. بعدين انت بتقفل البروجكت بتاعك، بتقفل فواتيرك، بتقفل حاجاتك كلها. واهم حاجه هنا الليسون ليرد يا جماعه، الليسون ليرد اللي هي دي هنا البيز جيت بتاع المرحله دي اللي هو اركايف بروجكت دوكيمنت. عشان نعمل باش الليسون ليرد يا شباب نستفيد من الفيوتشر بروجكت، مشاريع ثانيه نستغلنا باخطاء او حتى خطه دائما نعيدها مره ثانيه. تمام بالضبط كده، يعني بتستفيد منها الحاجات الجود والحاجات الباد كلها بتيجي بتستفيد منها عشان في المشاريع الثانيه. اوكي يا شباب دكتور الاكسبت هنا بتكون من داخل الاورجنايزيشن بتاعتك ولا مقصود بالاكسبتنس هنا اللي تجي الجهات الخارجيه زي السيفل ديفنس وزي الحتات الخارجيه حسب المشروع بتاعك حسب المشروع بتاعك حسب طبيعه المشروع صح؟ حسب طبيعه المشروع يس بالضبط كده. في النهايه اللي بيجي يستلم الاكسبتد ديليفري ده منه البروجكت اونر او البروجكت سبونسر، سواء كان البروجكت سبونسر ده من الشركه بتاعتك او من جهه خارجيه كده البيت مثلا. ايوه نعم ايوه معاك تمام يا شباب. اي سؤال في الحته دي؟ ايوه سؤال بالنسبه للفيس جيت. احنا المره فاتت مش قلنا واجبه بالتشيك ليست؟ ايوه هي 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 ايوه تشيك ليست يا خالد بالضبط كده. هي تشيك ليست لشنو؟ هنا التشيك ليست بتاعتك انك انت خلاص التشيك ليست بتاعتك البروجكت مانجمنت بلان. يس عملت لها تيك خلاص، لما تصل المرحله دي واستلمت البروجكت مانجمنت بلان انت بتعمل لها تيك خلاص ضن. تمام. يعني انت ما حترجع لورا. تمام اوكي تمام تمام. سمسح الحاجة ده عشان ما تعمل لكم إزعاج في السلايد الجاية. طيب نمشي. طيب دي برضو بس نفس ال في تاني ال الديجري بتاع الدرجات الحاجات يعني أوكي. هنا عندنا الديجري في الحتة دي، هنا الديجري لو وهاي، وهنا البروجكت تايم أوكي. بداية المشروع يا جماعة قلنا إنه الـ cost of change بيكون بسيط، يعني مثلاً أنت خلاص والله صاحب المشروع قال لك لا أنا داير بدل 5 طوابق أنا داير أعملون 4 طوابق عادي جداً، ممكن بس تخسر حق الـ اسمه شنو الخرط وكده، يعني الخسارة ما بتكون كثيرة. لكن تخيل إنه change ده هنا في الحتة دي، يعني تخيل إنه change هنا في الحتة دي انك انت معناها قطعت شوط كبير جدا جدا في المشروع، جاك الزبون داير يعمل تغيير، معناها الكوست بتاع التشنج بيكون عالي جدا جدا. اي تغيير بيكون زي انت بتعمل في يعني مع المشرف بتاعك اوكي. في اخر لحظه خلاص انت بديت تكتب وكل شيء ودار تسلم للنائب بتاعك ده، السوبرفايزر بتاعك ده رفضه من الجامعه لا قدر الله، ما تحصلت عليه اي حاجه كويس، ما لقوا لك اي سوبرفايزر، قال لك والله حلك الوحيد تبدا من جديد. دي طبعا يعني خساره، يعني ما نحن ما بنحسبها خساره ماديه، الخساره هنا ما بالضروره تكون ماديه، ممكن تكون خساره معنويه، ممكن تكون يعني خساره للجامعه ذاتها يعني ريبوتيشن. ها
التايم مانجمنت برضه لانه حتعمل بالضبط كده بالضبط كده. فاي تغيير يا دكتور نعم ممكن تعيد شرح اخر محطه ده؟ اعيد شرح اخر محطه بس البروجكت ديورينج لايف سايكل ده لسه انا ما كملت شغال فيه. اوكي لانه نفصل عندي اوكي نو بروبلم. فالكوست بتاع التشينج يا جماعه في بدايه المشروع بيكون 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 قليل, بعد ذاك بيبدا بزيد بيزيد لانه خلاص المشروع بدا جنريتر بيكون المشروع شغال يعني اوكي. فاي تغيير بيبدا بيكون التكلفه بتاعته عاليه اوكي. طيب الريسك في بدايه المشروع الريسك وانسيرتينتي بتكون عاليه جدا لانك انت ما عارف انه المشروع بتاعك ده هيتنفس كيف, ما عارف انك انت يا انا حالقى العمال اللي انا خطيهم في راسي عشان ينفذوا لي المشروع ده, انا حالقى الريسورسز ولا ما حالقاه اوكي. فبكون الريسك بيكون عالي جدا جدا. اول ما المشروع بدا خلاص بعد الحاجات بتتضح الرؤيه بتاعتها, انت بتكون خلاص عرفت تجيب الريسورسز من وين, ولو حصل في اي شورت في الريسورسز انت عندك حته ثانيه بتمشي تجيب منها اوكي. حتى ممكن تستورد الحاجه دي من برا ما في مشكله يعني عندك لسه الوقت اوكي. كل ما المشروع مشى الريسك بيقل خلاص يعني الريسك ماشي يقل. سمحت يا دكتور تفضل. الريسك انت اساسا كيف بتحدد يعني مثلا كيف انا اعمل من الاول حد انه انا عندي ريسك ولا اساسا حجيني اكون متوقع ولا هامش؟ ممتاز جدا جدا. احنا عندنا في النولج اريا عندنا واحده من النولج اريا اسمها الريسك, هاو تو مانج ذا ريسك وهاو تو يعني انت ذاتك ميتيجيت الريسك وانت ذاتك اصلا تتنبأ بالريسك انه والله يا اخي انا مثلا البروجكت ده هيشتغل من شهر واحد لحد شهر واحد الجاي, معناه انا حاجي في فتره بتاعت خريف اوكي. فالريسك شنو في الخريف حيكون؟ فنحن عندنا حاجه اسمها ريسك مانجمنت دي حنجيها قدام في النولج اريا. طيب اوكي تمام تمام. سؤال والله امشي واضح واضح اوكي تفضل. طيب احنا جينا يا جماعه في حاجه اسمها البروجكت لايف سايكل وحاجه اسمها البرودكت لايف سايكل. البرودكت لايف سايكل دي يعني دي بس معلومه يعني لكن ما 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 حاجه يعني انت بس بالنسبه لك معلومه, لكن اي واحده من البرودكت لايف سايكل يمكن انت تعمل فيها بروجكت. مثال نحن اول ما طلعت يا جماعه التلفونات دي في نوكيا ده كان مال الدنيا, نوكيا 30 حشره نوكيا ما بعرف يمكن كلكم اي واحد فيكم كان عنده نوكيا صح؟ نحن القبالو والقبالو كمان شرف صار الشباب وانتهى الحكم يا نحن بتاعين نوكيا شفتوا كيف؟ فلما بدا يا جماعه اول حاجه الكونسبشن. الكونسبشن شنو بالعربي؟ تصور. التصور بالضبط كده يعني نوكيا دي لما بدت جابوا لهم تلفون كده وقاموا رموه في السوق عشان يصوروا به السوق يعرفوا انه السوق ده والله محتاج لشنو, وات كايند اوف موبايل فونز. طبعا ما بس صنعوا الموبايل ده وفكوه في لا مشوا وراه ناس عشان يدرسوا البيبل بيهيفير عشان يدرسوا الماركت بيهيفير اوكي. بعد ده جت المرحله الثانيه الجروث يعني طفره كده في يعني يمكن نظيم في السنه بطلعوا 3 فيرجن اوكي, حصل جروث كده ما عادي. المرحله اللي بعدها اللي هي ماتوريتي يعني خلاص بيقى ثبات يعني زي اللي استوى كده خلاص في الجو يعني بيقى عادي يعني اوكي. بعد ذاك المرحله اللي بعدها بتجي شنو الديكلاين, خلاص بدا العد التنازلي العد التنازلي لحد ما جاء الراجل بتاع هناك ذاك وقعد يبكي وكده السي او بتاع نوكيا ولا بتاع هناك, بعد ذاك يتسحب من السوق فتره كده انت ما بتلقى نوكيا الا بيكون بتاع البياعين اللي هناك ديك في سوق ليبيا ولا كده بيكون عنده كرتونه قديمه كده داسيه في المخازن وكده قام طلعوه. لكن كشركه الشركه خلاص وقفت الانتاج بتاع الموبايل فونز اللي هو نوكيا اللي هو ديث ويذرول. طيب احنا ليه جبناه هنا البرودكت لايف سايكل دي يا جماعه؟ دي جبناها لانه ممكن اي واحده فيهم تكون بروجكت قائم بذاته. المرحلة بتاعت التصور ممكن تكون بروجكت كامل انك انت التصور بتاعك يكون كيف للحاجة دي اوكي. جيت مرحلة الجروس يكون عندك بروجكت كامل انك انت يعني تراغب به تشوف به يعني بروجكت كامل. جيت المرحلة اللي بعدها بروجكت كامل. من جيت المرحلة بتاعت الديكلاين برضو بروجكت اوكي لانه الحاجات اتغيرت اوكي.
هل انك انت you going to move on والله انت خلاص هتستسلم وتمشي للمرحله اللي بعديها. جيت الويذرول يا جماعه برضو بروجكت، لانك انت داير تقفل الحاجات كلها كويس، انت داير تعرف انك انت ليه وصلت للمرحله دي. اوكي، لو في اي باقي من المصنع انت تعمل له ريسايكلينج كيف، او يعني برضو دي بروجكت. اوكي، نحن الحاجه اللي دارين نفهمها انه اي واحد من ديل من البروجكت لايف سايكل ممكن يكون بروجكت، واي بروجكت عنده لايف سايكل. تمام، هاي دي الحته دي واضحه. تمام، واضح. طيب ممكن البرودكت ما يصل للمرحله الاخيره ذاته، يعني ممكن. نعم، ممكن البرودكت ما يصل للمرحله الاخيره دي، البرودكت ممكن اعمل تيك اوف ثاني من حته ثانيه، ممكن اعمل تيك اوف زي مايكروسوفت. يعني مايكروسوفت لحد الان في الحته بتاعت الماتيريتي وممكن الجروس يعني. صحيح. طيب يا جماعه، ده مثال لكونستراكشن بروجكت لايف سايكل. اي ثينك انه الشاب حتتكيف يعني منه الكونستراكشن وكده. شديد. انا كنت مع فيك بالله يا دوب جيتي نت فصل والله. اوكي طيب نحن عندنا في دائما دي المراحل بتاعت البروجكت بتاعت الكونستراكشن المباني، اللي هي انت بتبدا بالفيزابيليتي ستدي اللي هي دراسه الجدوى. والله خالد دارس القروش السودان داري ابن البيت. اوكي، فبعد ذاك بعد ذاك بتبدا دراسه الجدوى. ها وعدت قصدي زاده من دراسه الجدوى. كويس، المهم بعد ذاك يلا نحن والله اتعاقدنا مع الشاب ما شاء الله المهندسه دي. كويس، المهندسه دي بتعمل الفيزابيليتي استدي بتاعتها دراسه الجدوى، اوراقها بتلمهم بتجيب حاجات التصاريح كل شيء. اوكي، بعد ده بتجي المرحله بتاعت البلانينج. اوكي، اللي هي بلان انه الشغل يكون كيف، البروجكت انه ران كيف. بعدك بتيجي المرحله بتاعت الديزاين اللي هي فيها الخرط ورسم الحاجات وكده وشنو ديزاين كل شيء، يعني حتى ديزاين بعدين النهايه تكون كيف، هنعمل حوش ما هنعمل حوش، هنعمل شجر، المهم everything. اوكي، بعدك بنيجي المرحله بتاعت البرودكشن اللي هي المرحله بتاعت البنيان وكده. بعد شويه بتيجي المرحله بتاعت التيرنوفا. اوكي، المرحله الاخيره اللي هي خلاص انه المشروع ده ستارت اب خلاص انتهى. ستارت اب هنا مش معناها انه بدا، انه خلاص سلمناه للراجل والراجل خالد ما شاء الله شحن عفش وسكن في بيت وكل شيء اموره تمام، يعني استخدام المشروع يعني الستارت اب هنا. عفوا، التيرن اوفر مقصود بها شنو؟ التيرن اوفر خلاص تبدا تسلم يعني. تسليم، ايوه. اوكي تمام، ايوه تمام. دي اللايف سايكل بتاعت الاكزامبل للكونستراكشن. نجي للاي تي. كويس، لو هنا في زول بتاع اي تي غير دكتور انور ممكن الحاجه دي اكيد تكون مره اليوم. ايوه معاك. اول حاجه بيبدا الهاي ليفل ديزاين اللي هي انت بتاخذ التصور العادي، والله يا اخي احنا حنعمل ويب سايت او حنعمل ابلكيشن موبايل ابلكيشن وكده. المرحله اللي بعدها اللي هي الديتيل ديزاين. اوكي، بعد ذاك بتجي المرحله بتاعت الكودينج، بعد ذاك المرحله بتاعت التستينج انستليشن كونفرشن، وبعد ذاك التيرن اوفر تو اوبريشنز. اي واحده من ديل يا جماعه من اللايف سايكل دي ممكن هي ذاتها تكون بروجكت. لو المشروع كبير يعني، لو المشروع ضخم ممكن اي واحده فيهم تكون بروجكت، لكن لو مشروع عادي بتاع ويب سايت بتاع ابلكيشن عادي بتاع تيك اوي ولا بتاع حاجه ممكن بس يمشي كده يعني، يمشي بالتسلسل ده. تمام، اوكي. دي الحاجه بيقول السنجل فيس بروجكت وعملت فيس البروجكت تدخل هنا في الحته دي برضه ولا حسب يعني؟ مثلا البروجكت بتاعك لو كبير، لو الحاجه اللي دي كبيره ممكن يكون فيه مالتي فيسز بروجكت. يعني مثلا في كل اللي احنا اللي اخذناه البروسيسز كلها ممكن تكون بس في الهاي ليفل ديزاين لو انت المشروع بتاعك كبير جدا. ثاني بتجي ده يكون مشروع، يعني اي واحد فيهم يكون مشروع براو، او يكونوا مجموعه بتاعت بيكون مشروع كبير واي واحد فيهم انت بتستخدم البروسيسز كلها يعني. نعم، او بورتفوليو ويكون فيه مجموعه من المشاريع او بروجرام. يس، يكون فيه مجموعه من البروجرام. بعض المشاريع الكبيره هنا بيكون في حاجات يعني بيكون في يعني اكثر من تايمر، يعني كاونتر تايمر بيركبوها في اماكن مختلفه من البروجكت.
اريا وبكون بعد ذاك في الكاميرا لاب اللي هي اللاب كاميرا برضه في حاجات كثيره بيركبوها شايف كل الناس بكون شغالين وفقا للساعه الشغاله كاونتر داون ساعه يعني فكل واحد بيسلم بعد ذاك ثاني بيتلاقوا في فيس ثاني اظن تقريبا اوكي يس بالضبط كده شوف هي يا عمار الشغله شنو هي اصلا نوليدج البروجكت مانجمنت نوليدج لكن اي شركه عندها اتس اون كلتشر يعني عندها طريقتها المخصصه اللي بتستخدمها عشان تنفذ المشاريع بتاعتها كويس يعني ما بالضروره انه والله يا اخي الشركه دي تستخدم البي ام بوك ده جايد في كل النواحي بتاعتها لكن ات سام بوينت النوليدج دي مهمه ليها مهمه لمدراء المشروع مهمه ذاتهم للتيم اللي بيشتغل في المشروع عشان يكون انه فاهم والله لو حصل كده ممكن احنا نعالجه بيه كده ولو حصل كده يعني ممكن هي اضافه لل اسمها شنو اضافه للنوليدج الاوريدي بوسيست باي الشركه دي يعني ده مش التيلرينج ده اللي هو التيلرينج بالضبط كده ده التيلرينج يس طيب سؤال معلش عفوا الهاي ليفل ديزاين المقصود فيه الرف ديزاين او انيشال ديزاين initial design بالضبط كده ايوه يعني الرف ايديا يعني عشان كده بسموه هاي ليفل يعني ما حاجه انا يعني كانك انت ناظر للحاجه من فوق بس لسه ما فوكس فيها يعني اوكي شكرا دكتور سمحت دي بالنسبه في الـ في الـ في الاي تي المشاكل الاي تي دائما في الابلكيشن بيكون اكثر بيكون عندك من فيرجن طبعا مع الزمن بيتطور الابلكيشنز ايوه طبعا احنا ما نحتبه نقدر نحتبه تشينج مانجمنت انا اساس اوريدي المشروع بيكون ضمن انتهى يعني خلص وبعدين ثاني في ثاني فيرجن جديد فانت كيف هنعتبره برنامج مشروع جديد ولا نحتبه شو الفيرجن لو انك بس بعد في اكزيستين ابلكيشن نفسه يعني بعد بعد في اكزيستين يلا دي ريليز دي ريليز ريليز افتكر دي بيكون دريفن تشينج driven change يعني البلان بتاعتك اللايف سايكل بتاعته بيكون driven change لكن ممكن يعني تستخدم فول فريم ورك كده كله يعني ودي بالنسبه للاجايل يا دكتور ولا يا دكتور نعم دي بالنسبه للمشاريع الكبيره ولا يعني الحاجه دي المقومات دي لمشروع معين ولا مشاريع لا دي لا دي لاي مشروع يعني ناسي مثلا يعني مشروع بتاعي انه انا شخصيا دار اعمل لي مثلا دار اعمل لي ويب سايت اوكي الويب سايت ده انا قاعد جيت افكر انه والله في ورقه وقلم انه والله الويب سايت ده يكون كيف والله الويب سايت ده انا عايز يكون مثلا فيه 20 تابز اوكي تاب بتاع ما بعرف كونتاكت اس تاب بتاع شنو تاب بتاع شنو تاب بتاع شنو بعد شويه بجي الديتيل في اي واحد اي تاب انا مفروض داير شنو المعلومه شنو داير الصور داير كده بعد شويه انه الكودينج ده احنا امبارح اتفقنا ممكن يكون كودينج وممكن يكون لو ما ابلكيشن ممكن يكون ما كودينج انتهيت من الحاجه تعمل لها تيستينج عشان تتاكد انه كل حاجه مظبوطه بعد ذاك بتعمل لها امبلمنتيشن او انستليشن بعد ذاك بتيجي المرحله بتاعت التجربه الاخيره وتبدا تسلم الحاجه دي للزبون او انت خلاص تستخدمها لو انت عامله لنفسك يعني تمام يا شباب تفضل دكتور ياسين بس تفضل يا مازن بحكم بس شغلنا يعني بالنسبه للهاي ليفل ديزاين عاده بيكون خطوط عريضه يعني تمام اما للديتيلز بتحاول بقدر الامكان بعدين تشوف اللي هو تحمل الديزاين بتاعك عشان تقدر تكستراكت اللي هو البيل اوف كوانتيتي وتحدد انت احتياجاتك ايش دي ديتيل ديزاين الكودينج ده ممكن يكون عباره عن سوفت وير عادي او ممكن يكون اي حاجه هارد وير المزل بتاع التستنج دي هنا ممكن نحكي عنها هي عباره عن عفوا ممكن يكون حاجه ثانيه فعلا ما شرط يكون ايوه ما شرط يكون ممكن يكون عباره عن هارد وير او سوفت وير صح الحته بتاعت التستنج نيجي نعمل انتجريشن لكل الحاجات اللي احنا جبناها ونبدا بعد ذاك في مرحله التنفيذ اللي هو الانستليشن تمام بس هذه ممكن يكون باختصار تمام شكرا جزيلا تمام مشينا نعم مشينا نجي للبروجكت مانجمنت بروسيسز اوكي نحن قلنا يا جماعه البروسيسز دي عندنا الانيشيتنج اوكي وعندنا البلاننج والاكسكيوتنج والمونيتورنج اند كنترولنج والكلوزنج اوكي الدايجرام ده يا جماعه يعني بيحل لنا مشاكل كثيره جدا جدا نحن دائما اي مشروع بنبدا من الحته بتاعه الانستليشن دي اللي هي هنا رقم واحد اوكي مشينا للبلاننج من البلاننج بنمشي للاكسكيوتنج اللي هي التنفيذ
التنفيذ بنمشي للمونيتورينج اند كنترولينج. في المونيتورينج اند كنترولينج يا جماعه ممكن يحصل غلط اوكي في حاجه, يعني نفذنا في حاجه طلعت غلط اوكي. مثلا احتبر انه مع بتاع العاب اطفال اوكي, المصنع ده في اليوم بيطلع له 20 قطعه اوكي. اليوم الاول طلعت فيه 18 قطعه طلعت تمام, في قطعتين طلعوا ما مزبوطات. عندك حلين, يا اما ترجعهم لللاين اوكي, يمكن يكونوا مشكلتهم بسيطه بيصلحوا, او والله انت اكتشفت انه المشكله كبيره جدا ما بتتعالجينها بترجع للبلانينج. طيب أوكي. ليه السهم ما راجع من الاكسكيوتن للبلانينج يا دكتور؟ لانه انا صلحت المنتج لكن لازم اعمل ابديت للدوكيمنت بتاعتي في البلانينج في الانيشيتيف. بالضبط يعني كده ايوه السهم أوكي. راجع ليش؟ لانه بعد ما حصل مونيتورينج اند كنترولينج. يس هنا هنا المونيتورينج اند كنترولينج يا جماعه هنا, لانه هنا الضبط الجوده بيحصل هنا ما بيحصل في الاكسكيوت. ايوه ما بيحصل في الاكسكيوت. ايوه المونيتورينج اند كنترولينج بيحصل هنا, يعني في الحته دي انت بعد بتبدا تعمل تشيكينج كواليتي بتاعك. في حاجات بتقوم بترجعها طوالي, يعني لقيتها فولت او ما لقيت اي حاجه فولت امورك تمام جدا جدا, لكن انت المرحله الاولى عملت فيها مثلا الشيب بتاع العربيه بتاعت الاطفال دي اوكي. المرحله الثانيه رجعته عشان يعملوا له مثلا اللساتك اوكي, مشيت وديته لاين ثاني عشان يعملوا له اللساتك وهكذا. لكن هنا مثلا درجه هنا للبلانينج انه مثلا في حاجه غلط هنا, يعني حتى ده ما بتتحل في الـ صحيح يا دكتور, هي بترجع للبلانينج ما بترجع للاكسكيوتيف. بلانينج تبي هو بالضبط كده بترجع للبلانينج, لكن يعني صحيح اذا انت هو الاكسكيوتيف بس بينفذ فهو بينفذ لكن ما مزوم من الخام بيجي من وين؟ الخام ده تغير الخام ده تغير السورس بتاعك بتاع الخام. لا 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 هي شوف الفكره كلاتي كويس. يعني مثلا خلينا بس في اللي نابت على الاطفال ده كويس. عندك مثلا البتاع يعني ده اللاين بتاع خلاص, ده هنا البرودكشن اوكي, ده هنا اللاين ده معلش الماوس ما مساعداني. انت هنا في اللاين ده بس بتعمل الشيب اوكي, اللي هو بتعمل الصندوق بتاع العربيه ولا بتاع اللعبه دي اوكي. عندك لاين هنا ثاني, ده اللي هو بركب الحاجات الثانيه, بركب اللساتيك في اللعبه وكده. يعني فدي معناه انت شنو, انت اكسكيوتينج مشيت مرت خلاص تمام والله البيز جيت بتاعي هنا عملها تشيكين كواليتي الشيب ده تمام خلاص, معناه يمشي وين؟ يمشي تاني للاكسكيوتينج اللي هو هنا عشان يعملوا له يركبوا له اللساتيك والحاجات دي وكده. بعد ذاك يمشي للحاجه الاخيره. عشان كده هم دي هنا عاملين لك راجع هنا. بس كلامك جميل ممتاز, راجع على الاكسكيوتينج 200 برجع على البلانينج وعلى الانيشيتينج. في سهمين زي اذا في تشينج ريكويست, اذا لما يكون في تشينج ريكويست فتح الله عليك هنا. أيوة. السهم ده متقطع لانه دي نادر تحصل. يعني مثلا انت جيت بنيت عماره اوكي خلاص عملت لها, لما جيت عملت المونيتورينج اند كنترولينج اكتشفت انه في مويه تحت اوكي. لا قدر الله اكتشفت انه في مويه تحت, معناه انت حتعمل شنو؟ معناه انت خلاص البلان بتاعتك كلها اتغير. الراجل ما شاء الله عنده قروش, خالد ما شاء الله مروي, قال يا جماعه ما عندكم اي مشكله انا بشتري قطعه طريق ثانيه وثاني داير بس البيت اللي في مزاجي داير اعمله ثاني, اديت النازل والله يا جماعه خلاص نحن نبدا من جديد, نمشي المراحل بتاعتنا نبدا من جديد وهكذا. فعشان كذا الخط ده مقطع لانه دي نادر تحصل, ما حاجه كومن. ممتاز ممتاز تمام. بتجي للمرحله الاخيره اللي هي المرحله بتاعت الكلوزنج. الكلوزنج ده اللي هو زي ما اتفقنا انه خلاص انت سلمت دي ما فيها تيستينج ما فيها كنترولينج ما فيها اي حاجه, بس فيها تسليم وتسلم وتحفظ الليسون ليرنينج بتاعتك في الكلوزنج. طيب في الكلوزنج معلش يا دكتور, حته المونيتورينج دي مثلا يعني ممكن انا مثلا اضيف يعني انا عندي الامكانيه اني اضيف اغير اشيل اخد انقص ازيد لا كدا. دي طوالي دي تشينج ريكويست كوميتي عندها حلين. التشينج ريكويست كوميتي يا اما رجعت للبلانينج هنا, لو مثلا انت نرجع لل بتاع المطبخ بتاعنا اوكي. انت عملت المطبخ خلاص اتعمل كل شيء, في اخر حاجه اللون ما عجبك اوكي, وانت من البدايه متفقه مع الناس انك انت داير اللون معين, هو غلط فيه دي مشكلته هو
بيتحمل التكاليف كلها. اوكي هو طوالي بعد ذاك ممكن يرجع للبلانينج ويدفع من جيبه عشان الحاجه دي تزبط. اوكي او يجي يقول لك والله حتى في كل الحالات لازم هو يكون تكون انت موجوده اللي هي الكوميتي بوردي التشينج ريكويست كوميتي اللي هي الكوميتي دي فيها في المونيتورينج اند كنترولينج في المونيتورينج اند كنترولينج. اوكي اللي هي بيكون فيها انت صاحب المشروع بيكون فيها البروجكت مانجر وبيكون فيها يا اما مدير الشركه يا اما المقاول الكبير في حاله الشركات الصغيره. اوكي انتوا بتجي تتفقوا والله الغلط هي كل الستيك هولدرز ايوه بالضبط كده بيكون في الكي ستيك هولدرز يعني الناس المؤثرين على المشروع. يعني لو كان المشروع ده حكومي بيكون فيها ممثل للحكومه لو كان المشروع ده كده بيكون فيها كده ممكن يكون الكونسلتنت ممكن يكون فيها الكونسلتنت او الاكسبرت. المهم دي هي ما نقطه خلاف انه منول بيكون فيها اهم ثلاثه انفار بيكونوا فيها انت از بروجكت مانجر والبروجكت اونر. اوكي وبيكون فيها الطرف الثالث ده ممكن يكون طرف حكومي طرف المقاول واحد من المقاولين. المهم دي انت البروجكت مانجر انت اللي بتخط الحاجه دي او في حاله انه مثلا البي ام او بتاعك المكتب مدير المشاريع بتاعك دايركتيف هو بعين لك الحاجه دي بعين لك بقول لك يا اخي انت والزبون وثاني في ثلاثه انفار مثلا زول يكون خبير يعني بس في الشركه يعني او زول كونسلتنت يمشي يدفعوا له وبس عشان يجي يكون في البني دي بعدين هم دي المشاريع اللي حتوقع على التسليم. نعم مش هي اللجنه اللي حتوقع على الاستلام لا دي ما لا دي ما اللجنه اللي بتوقع على الاستلام لا دي دي بس دي مهمتها بس لما يحصل تغيير لما يكون في تغيير لو ما في تغيير ممكن ما يجتمع ذاته في ولا يكون يجتمعوا خلال المشروع ده كله لو ما حصل فيه اي تغيير ده تشينج ريكويست ابروفال يعني ايوه ديل بيعملوا ديل يا ريجكت ال تشينج يا ابروف يا ابروف يس يا دكتور. نعم دكتور بس في مرحله الكنترولينج دي لو حصل هي زي هي المرحله اللي هو بتستلم الدليفر او الاول منتج او جزء من المنتج yes. خلاص لو yes. حصل اي مثلا على المنتج بتاعي زي ما قلت مثلا المطبخ انا كنت طالباه احمر لما جه هنا في الكنترولينج لقاه لا اصفر فمثلا حيقوم يرجع لجنون البلانينج صح اي تغيير بيحصل من المقاول بيرجع للبلانينج صح يس يس ايوه بيرجع في البلانينج عشان بعد ما خلاص اجتمعت اللجنه دي ووافقت على التغيير بيرجع في البلانينج لا لانه هو التغيير طلع نتيجه لغلط في ريجاردلس انه دي غلط البروجكت مانجر او غلط او حاجه طالبه الزبون البروسيجر في النهايه البروسيجر واحده الحاجه اللي بتتعامل واحده بتيجي تجتمع اللجنه دي يقولوا خلاص والله نحن حنغير اللون طيب نحن نغير اللون ده معناه نحن حنمشي نغير في الريسورسز بتاعتنا اوكي انه حنمشي نجيب الريسورسز من وين معناه حنغير في البوديت معناه حنغير في شنو فدي بترجع للبلان حتوضح طيب لهم يعني اكثر في نعم كده معلش يا دكتور بعدين بيتضح لكم بعدين لما نيجي نتكلم عن النولج اريا يعني لما نيجي نتكلم عن النولج اريا انه في البلانينج نحن الحاجات المفروض نعملها شنو في البلا يعني لا 200 هي حترجع للبلانينج و200 بترجع للنيشيشن 200 يعني انت عامل سهم لخمسة وعامل سهم 6 200 بالضبط. طيب ستة دي زي ما قلت لك انت عمارة بنت وخلاص وكل شيء اوكي طلع انه والله العمارة دي بنت في 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 قطعة بتاعت مزول صاحب المشروع ده دي معناه خلاص المشروع كله خلاص يعني ما 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 حتى انت ما حتواصل في المشروع ده اوكي بعد ذاك بيحصل في تسويات انه والله يا اخي اما صاحب الارض يجي يدفع يقول والله يا اخي انا خلاص بدفع لكم الشيء اللي انتم خسرتوه انت معناه حتمشي از بروجكت مانجر مع الكاستمر لانه دي ما غلطتك انت مع الزبون بتمشي تبدا الانيشيتنج للمشروع للمشروع ده في حته ثانيه اوكي حصل انه جاء انك انت خلاص لما جاي شغال بنيت وكل شيء لسه ما وصلت المرحله النهائيه طلع انه والله يا اخي في تخطيط جديد والبيت ده لازم يتشال فالحكومه تدفع لك تعويض تشيل القروش دي عشان تمشي تعمل لها مشروع ثاني فحتمشي للانيشيتنج ممكن اقول حاجه يا دكتور اتفضلي طيب التغيير اللي بيحصل لما السهم يمشي للانيشيشن ده في حالة إنه مثلا التغيير غير يعني الخطأ غير قابل للتغيير صح؟ أيوة
اما وقت يمشي للبلانينج ده في حاله انه الخطا يعني قابل يعني خطا صغير زي مثلا اللون او حاجه زي كده. اما لما يمشي للانيشيشن مثلا تصميم موقع بتاع عمود معين بياثر على كده حاجه يعني بتضر المشروع الا تتغير من كده. صح تمام انت يعني لخصت الحاجه دي كلها يعني شكرا جزيلا. طيب يا دكتور يعني دي المرحله انا بعمل فيها اختبار صح للمنتج بتاعي دي المرحلة أيوة ما هو كله شوفي أنت البروجكت بتاعك ده ما هتعرفي إنه الحاجات فيه صح ولا غلط إلا في المرحلة بتاعت المونيتورينج أند كنترولينج. أوكي نعم إذا كانت الكمية يعني في الاكسكيوتينج مثلا خلينا زي ما قلت أنت في الألعاب يعني الأوتبوت بتاع النايكان أقل من المتوقع يعني في البرودكشن. ففي الحالة دي محتاجين نغير في مواصفات المشين دي. هل بنرجع لخمسة ولا لستة؟ بترجع للبلانينج. برجع للبلانينج. بترجع للبلانينج أيوة دي ما خلاص ما بتطلع لأن المشروع ماشي. الانيشيتنج دي إلا في حالة يعني حالة ميجور يعني حالة كبيرة يعني خلاص حاجة ممكن بتوقف المشروع يعني. نعم. تمام. أوكي. مسح الألعاب دي. طيب نمشي قربنا نخلص يا شباب نمشي للمانجمنت بروسيس اللي هي الحاجات اللي بتحصل شنو مثلا بس باختصار يعني دي يعني هاي ليفل ديتيلز ما حنخش فيها بالديتيلز ان شاء الله من الدرس الجاي يعني. طيب البروجكت مانجمنت بروسيس اول حاجه انت ديفاين وات تو دو وين in the project to do when in a project يعني انت هتعمل شنو وين في البروجكت. اوكي دي البروسيس دي المهمه بتاعت المانجمنت بروسيس انك انت اول حاجه والله المشروع بتاعي ده انا هنفذه في الوقت الفلاني وهنفذه كيف وهينفذ متين. اوكي برضو define what you need to do انت عايز شنو التولز اللي انت عايزها عشان انت تنفذ المشروع ده. هل انت محتاج لمثلا طبعا في حاجه اسمها الجان شارت والحاجات دي كلها حاليا نتكلم معها يعني لكن هي التولز اللي انت بتستخدمها عشان تنفذ البروجكت انت تمانج البروجكت مش تنفذه تمانج سوري انه مثلا الاستاف اللي انت بتجيبه ديل 200 انك انت بتعمل لهم مثلا تدرب 200 محتاجين لتدريب 200 انك انت والله مثلا بتقوم تطلعهم كده رحله يعني نمشي لنا نتبسط وكده عشان نرفع معنوياتنا. اوكي فهي دي المهمه بتاعت المانجمنت بروسيس في الخمسه بروسيس اللي هي الانيشيتنج ستارت انك انت ستارت ذا بروجكت عندك البلانينج بلان ذا بروجكت عندك الاكسكيوشن ده اللي هو دو شغل بس يعني. اوكي عندك المونيتنج اند كنترولينج تشيك اند اكت تشيك لقيته كله تمام بتمشي للإند لقيت إنه فيها غلط أكت اللي هي يا إما رجعتها للإكسكيوشن يا رجعتها للبلانين. أوكي الكلوزينج ده اللي هو الإند يعني بس دي اختصار ليها إنك أنت مفروض تعمل شنو يعني لو ملاحظين إنه في الانيشياتينج والبلانين ما في شغل يعني ما في تنفيذ للبروجكت لما نيجي للإكسكيوشن في تنفيذ المونيتنج أند كنترولينج تشيك وأكت تشيك تمام بتسلم بتمشي للإند لقيت انه والله في مشكله هتعمل التشينج ريكويست بورد ولا ابروفل والحاجات دي اكت يعني لازم يكون في اكشن انت تعمله هنا يعني. اوكي عشان ترجع ال 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 المياه لمجاريها يعني. تمام ممكن بس نعيد الحته يا دكتور. نعم نعيد الحته دي تاني. طيب عندك ال في البروسيس بتاعت البروجكت. اوكي نحن اللي هي عندنا البروسيس اللي هي الانيشيتنج والاكسكيوشن والمونيتنج اند كنترولينج والكلوزنج اللي هي عندنا الخمسه بروسيس اللي بنشغل بها المشروع دي فائدتها شنو؟ فائدتها انه بتورينا نحن كيف ننفذ المشروع بتاعنا باختصار وبرضه بتورينا انه انا كبروجكت مانجر مدير مشروع انه انا محتاج لشنو عشان ادير المشروع بتاعي محتاج لي دوكومنتس محتاج لي اوراق محتاج لي سوفت وير محتاج لي شنو يعني. اوكي اوكي اختصار لها للخمسه بروسيسز دي
اللي هي الانيشيتنج ده اللي هو الستارت. اي حاجه عندها علاقه بالبدايه المشروع بتكون في الستارت. اي حاجه في البلانينج، بلانينج كل شيء، بلانينج الزمن الوقت، بلانينج الريسورسز اللي انت بتستخدمها، بلانينج الكوميونيكيشن، كيف تتخاطب مع الستيك هولدرز، كيف تتخاطب مع ناسك، دي كلها بتكون في البلانينج. جينا المرحله بتاعت التنفيذ دي بس بتنفذ، يعني كلها شغل ما فيها بلانينج ما فيها تشيك. نجي للمرحله بتاعت المونيتورنج اند كنترولنج دي اللي هي بتعمل فيها تشيك، بتعمل يعني تتاكد انه الحاجه اللي انت انتجتها دي وفق المواصفات ولا لا. لو ما وفق المواصفات انت بتمشي توديها للجنه التغيير عشان تفصل فيها هل حرجعها او لا خلاص نحن حنسلمها كده. اوكي انتهينا من ديل، بنجي المرحله الاخيره اللي هي الاند بتاع البروجكت، انه فينيش البروجكت. اوكي ففي كل الاحوال يا جماعه الكلوزنج بروجكت، حتى البروجكت بتاعك لو فاشل لازم يمشي المرحله دي، لازم تدعم الكلوزنج، يتقفل بطريقه صحيحه وتاخذ منه المعلومات انه ليه البروجكت ده انهار، ليه البروجكت ده فشل لا قدر الله، عشان يفيدك في مشاريعك الجايه. تمام تمام اوكي. طيب نتكلم شويه بس عن الانيشيتنج. في الانيشيتنج جروب يا جماعه اهم حاجه فيها التعيين المدير المشروع. اوكي ده الوقت المناسب او ده الوقت الايديل، الوقت المثالي انك انت تعين فيه مدير مشروع. اوكي لانه مدير المشروع مفروض يعمل البلانينج، يعمل الحاجات دي كلها هو. فاذا انت ما عينته هنا حتعينه منين؟ يعني انت حتجيب له بلان جاهز تقول له والله اشتغل لي في المشروع زي ده؟ ما 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 بينفع يعني. اوكي الا انت مثلا عينت مدير مشروع في الفتره دي، مدير المشروع ده حصل مشكله لا قدر الله، اترفد، حصل عليه اي حاجه، انت مضطر تجي مدير مشروع ثاني. انت كبروجكت كمكتب المشروعات في الشركه بتقعد مع المدير الجديد ده وبتوريه الشغل انه المفروض يتعامل كيف واللي حصل فيه شنو كده يعني. اوكي نقطه مهمه جدا جدا، قبل شويه في واحد من الشباب قال الاو بي اي، OPA عامر ولا منو وعمار انت منشن الحاجه دي؟ ايوه ايوه organization process asset. ايوه اللي هي دي الكلتشر بتاعت الشركه، انك انت كمدير للمشروع جيت مثلا لازم تعرف انه والله الكلتشر بتاعت في الشركه شنو. الشركه دي والله بتحب انه المشاريع بتاعتها تنفذ كيف، بتحب انه والله مثلا تمشي تشتري الريسورسز من وين. اوكي الحاجات دي انت لازم تكون ملم بها. حنجي نتكلم عنها بالتفصيل، لكن بس انا بديكم اللي يعني جرعه خفيفه كده عشان الحاجات ما 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 تتراكم عليكم. ثاني بتجي اللي هي كولكت بروسيسز بروسيجر اند هيستوريكال انفورميشن. انت الشركه دي نفذت مشاريع قديمه. اوكي بيجي هنا الوقت اللي انت بتبحت في الورق ده وبتقراه عشان تشوف انه الحاجات اللي مشت صح ولا مشت غلط، عشان انت كمدير مشروع تستفيد منها. تمام بعد ذاك بتجي للكمباني الكمباني كلتشر والاكزيستنج سيستم. اوكي بس هي المفروض انا عامل لها ناي هنا، بس المفروض تكون هي الاكزيستنج سيستم، يعني انه النظام القديم في الشركه انه يعني شغال كيف يعني كويس، انه الشركه برضو اجين هي دي الحاجتين واحد يعني ديترمن كمباني كلتشر والاكزيستنج سيستم. لو انت المشروع بتاعك ده كبير، المشروع بتاعك ده هو الشركه دي دايره مشروع واحد، لانه في النهايه هي الشركه اللي بتغرر. اوكي انه والله يا اخي الموضوع ده انا دايره مشروع واحد. طيب مثلا بيت عماره خمسه طوابق. اوكي عماره خمسه طوابق دي انت ممكن تقسمها لمراحل، انه والله المرحله الاولى المرحله بتاعت الاسكيلتون، المرحله الثانيه هي المرحله مثلا بتاعت تبني الشقق والحاجات دي وكده، المرحله اللي بعدها المرحله بتاعت البياض والكهرباء وكده، المرحلة الأخيرة قبل الأخيرة تركيب الأبواب والشبابيك وكده. يعني تقسم المشروع، أنت كمدير مشروع تقسمه عشان يكون التنفيذ بالنسبة لك سهل. لو المشروع محتاج يتقسم، لو ما محتاج يتقسم ما بتحتاج تقسمه. أوكي دائما في المشاريع بتاعت الخطوة الرابعة. نعم الخطوة الرابعة ديتيل مكان بني كلشر دي، بس ممكن تعيدها. دي اللي هي انه الشركه او الاورجنايزيشن المنفذ المشروع ده اكيد قبل كده نفذت مشاريع
ويكون بيكون عندهم سيستم شغالين به، انه زي ما قال قبل شويه واحد من الشباب انه في الشركه انه بيجوا بيركبوا البروفايل والحاجات دي. ايوه بالضبط كده، البروفايل بتاع الشركه. ايوه يعني اي شركه عندهم حاجاتهم براون يعني. تمام. الديفايدد لارج بروجكت بيسز دي دايما بيستخدموها في اكثر شيء في الكونستراكشن، لانه انت في الكونستراكشن بتلقى انه والله الشركه اللي بتيجي تعمل السكيلتون ده شركه برا، انت بتمشي تتفق معاهم بتجيبهم بيجيب يعملوا لك الحاجه دي، مش انتهوا انت بتمشي تاني تتعاقد مع ناس تانيين عشان يجوا يبنوا بنايين، انتهوا البنايين انت تمشي تتعاقد. نعم كل الناس عندهم تايم فريم براهم عندهم بالضبط كده، لكن في النهايه انت مانجر المشروع، انت البروجكت مانجر، انت اللي بتمشي تتفق معاهم وانت اللي سكادجول الريسورسز بالضبط كده. ايوه اوكي. طيب فضلينا تو سلايدز. انيشيتنج برضو يا جماعه فيها الاول برضو الانكفر انيشال ريكويرمنتس ار ريسك، يعني لو في اي ريسك كويس يعني في البدايه مثلا، دائما الريسك في البدايه بيكون شنو، بيكون من الستيك هولدر، انه مثلا والله واحد من الستيك هولدر يعني ما مقتنع بالمشروع ده، ممكن الجهه حكوميه، ممكن جهه رغبيه، ممكن جهه تشريعيه، اوكي ما مقتنع بالمشروع ده، اوكي فدائما هنا انت لازم تتاكد من الحي تمام، عشان ما جاء مرحله التنفيذ الزول اللي جاب لك بوكسي بتاع شرطه ولا بتاع شنو قال لك يلا وقفه احنا ما متفقين كده، اوكي فدي الحاجات دي انت لازم من البدايه كبروجكت مانجر تعمل ليها ايدنتيفيكيشن. اوكي طيب انت بتكون تجي تعمل كرييت ميجربل اوبجكتيفز، يعني بتعمل يعني الاوبجكتيف بتاعتك بتبدا بس بتخد ثلاثه تصور انه والله يا اخي ما لسه انت ما خشيت في المرحله بتاعت البلانينج يا جماعه، احنا لسه بس في الانيشيتنج، فبتخد تصور للاوبجكتيف بتاعتك خلاص بتبدا فيها، والله انا الاوبجكتيف بتاعتي مثلا دار اعمل العماره دي هتتبني في الحته الفلانيه، هتتبني كده هتتبني كده، كويس يعني بتاخد لك ستاندرد ميجرز بالضبط كده يعني كويس. انك انت مثلا بعدين الكواليتي حتكون كيف، هل الكواليتي حتجي مثلا جهه من برا ولا جهه دي برضو بترجع للستيك هولدرز. اوكي الحاجه المهمه يا جماعه هنا البروجكت تشارتر، لانه نحن لو متذكرين قبل واحده من الفيسز بتاعت الانيشيتنج انه انت لازم هنا البروجكت تشارتر بتاعك يجهز، والبروجكت تشارتر ده خلاص انك والله يا اخي البروجكت بتاعي ده بعد جاهز انه يتنفذ، لانه كل الاوراق فيه البيزنس كيس السبب من اجله انه نحن نعمل البروجكت ده، اوكي بيكون هنا في البروجكت تشارتر. هنا ايدنتيفاي ستيك هولدرز دي مهمه، شوفوا الاثنين ديل ديفلوب بروجكت تشارتر وايدنتيفاي ستيك هولدرز ديل فيري امبورتنت، ديل الاثنين ديل اهم حاجه في المرحله بتاعت الانيشيتنج، عشان كده في الـ في الـ في الكتاب في البين بوك جايد بتلقاهم هم بس عاملين لك الاثنين ديل بس، مع الديل كلهم مدخلوا لك فيهم مع في البروجكت تشارتر ومدخلوا لك في الـ في الـ مع الايدنتيفاي ستيك هولدرز. معلش هيك بقول لك البروجكت اللي ما عنده تشارتر ما تولد او غير موجود. ثانك يو فيري ماتش ثانك يو فيري ماتش، يعني ما 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 في ما في بروجكت بدون بروجكت تشارتر. طيب بعد ذاك بتعمل شنو اللي هي ديفلوب، دي الاثنين مع بعض اللي هي ديفلوب ستيك هولدر مانجمنت استراتيجي. اوكي انت بتعمل بتشوف انك انت هتتعامل مع الستيك هولدرز انت عندك دي كيف، هم ذاته اصلا الستيك هولدر اللي حيكونوا حيأثروا على البروجكت ده بوزيتيف ولا نيجاتيف. لما نجي في الحته بتاعه الستيك هولدرز يا جماعه بنعرف القوه بتاعه الستيك هولدرز، في واحدين بيكونوا غويين جدا وماسرين على البروجكت ديل لازم انك انت تكون عامل حسابهم، في واحدين مزعجين بس ممكن يزعجك لكن ما عنده القوه لانك يوقف البروجكت يعني. اوكي واخر سلايد كويشن الشباب عشان نتاكد انه الامور كلها تمام. Initiating number D. Okay. ايوه دي كده واحد من الناس في واحد مع جماعه ما حل الكويز معانا في ما معانا في الكلاس روم. انا جديد. انت جديد يلا حل لنا السؤال ده. Initiating يا دكتور Initiating number D. Initiating اللي هي Initiating يا جماعه انا بس الكويز دي هنا عملتها لانه
أيوة. هو الانيشيتيف هو الرايت تايم تو اساين البروجكت مانجر، لانه بيكون انفولف في كل البروسيس الجايه، البروسيس الجايه بالضبط، لانه هو ايوه لانه هو البروجكت مانجر، هو اللي بيمشي، هو اللي بيعمل لك البلان، هو اللي بينفذ لك البلان، هو اللي بيعمل الكنترولينج للناس بتاعتك دي كويس، وهو اللي بكلوز كلوز البروجكت. وبهذه الاسلايد عندي سؤال تدريس الليله، اتفضلي. طيب يا دكتور في الكويز يلا جبنا نفس السؤال، the best time to assign a project يعني من ضمن الخيارات كان at the start of the project صح؟ آه لكن طيب صح. ممكن يكون الخيار ده الأصح، لا في الأصح في الحالة دي الأصح صح بالضبط. طيب كده. طيب أنا قصدي، أنا قصدي مثلاً لما يكون البروجكت مثلاً رعاية، ومثلاً المنسق بتاعه مثلاً جهة حكومية جابت شركة مثلاً مقاولة، أيوة شركة مقاولة تمسك مثلاً على البروجكت، يعني هي مثلاً ممكن الشركة الحكومية بتقوم بكل الإجراءات اللي هي في المرحلة بتاعت الانيشيشن، فالشركة المقاولة بس تيجي تبدأ just to start the project. طيب ما خلاص معناها هم، معناها الشركة الحكومية دي عينت البروجكت مانجر مقاول بتاع. مقاول مقاول عينت انت مقاول. جابوك ان الشركه المنفذه دي از مقاول يعني، لكن ات ذا اند اوف ذا دي السبونسر بتاع المشروع ده لو كان جهه حكوميه، هو لو عين البروجكت مانجر خلاص البروجكت مانجر بعده هو بيعمل الحاجات دي كلها وبيمشي بيتعاقد مع الـ مع الـ مع السب كونتراكتر. لو ما عينوا المقاول هو اللي بيعينه، لو ما عينوا المقاول هو اللي بيعينه بالضبط كده. بالتالي انت مثلا لو كنت، لو كنت في الشركه بتاعت مثلا انت شغاله في الشركه بتاعت المقاولات دي اوكي، جد اتعاقدوا معاك المدير بتاع الحكومه اوكي، انت مع اللي ناسك انت، انت ما برضه هو انت حتسلموه شغل صح؟ بالتالي البروجكت مانجر معينه الحكومه ده انت بالنسبه لك ما بكون بروجكت مانجر، انت بالنسبه لك بيكون هو بروجكت اونر، بيكون هو السبونسر بتاع المشروع سبونسر. نعم. انت بعدين حتسلمي المشروع صحيح. ده معناه بيكون في كونتراكت مش كده؟ بيكون في كونتراكت، كونتراكت يس، بيكون في كونتراكت اصلا ما في، ما في مشروع، ما في شغل بناء بدون كونتراكت. فحنجي نشوف في الانيشيتنج الكونتراكت ده شكله حيكون كيف، ومفروض يكون 200 وكده يعني. السؤال ده حق الكويز الاول ولا الثاني؟ لانه انا عملت الكويز الاول. لا ده ما ده بتاع الدرس الليله بس هسه يعني حاجه كده بس أوكي. قبل السحور اوكي. احنا عندنا قبل الفطور. انتوا قبل الفطور انتوا لسه، الله الله يعينكم ان شاء الله ان شاء الله. يا شباب اي سؤال اي حاجه؟ شكرا يا دكتور، يديك العافيه. شكرا يا دكتور. اي كومبلين؟ ايوه في المشاريع طبعا ما بتكون متخصصه مثلا كونستراكشن اي تي، حاجات ثانيه في الفضاء ممكن تكون حاجه مختلفه. طبعا طبعا ممكن تكون حاجه مختلفه. هل يعني مدير المشروع ممكن يعني يستعين بناس ثانيه مثلا ك ايوه ده الاكس مشاريين مثلا ممكن ايوه ممكن تستعين دي أيوة. احنا حنجي في الانيشيتنج حنشوف انه ديل بنسميهم اكسبيرت جادج الاكسبيرت جادج. ايوه ديل يعني ديل ضروريين جدا أصلاً. يعني ديل ما بتستغنى عنهم. اوكي تمام. انا جبت دوت اللي... نعم معلش بس لو ممكن اول سلايد بتاع الشرح بتاع البروجكت لايف سايكل بس لو شرحته ثاني معلش. تدفعي كم؟ كوبايه شاي وكيكه. السحور دي والله قبليه، دي والله قبليه. لا القباله برضو. ها القباله ما في حاجه بس دي اي بس لا يلا لا اللي حس القباشه جبتها دي بروجكت لايف سايكل هنا الاول بس دي ايوه بس دي. اوكي التعريف يعني قصدك التعريف بتاع البروجكت لايف سايكل. اي بس بسرعه بس اللي هو بين اللي انا عرفت التشين دريفن لكن البلان دريفن دي شنو؟ طيب البلان دريفن دي مثلا جاء انت دايره تبني بيت مثلا اوكي مشيتي تعاقدتي مع الشابه المهندسه دي انها هي تبني لك البيت، انت بقيتي في الحاله دي انت بقيتي صاحب المشروع وهي بقت مدير المشروع،
هي بتعمل البلان بتاع عشان تبني لك البيت بتاعك لانه البيت بتاعك ما اتبنى اوكي. لكن انت عندك البيت بتاعك جاهز وكده لكن دار تغيري في حاجات جوا البيت حاجات يعني البيت ده مثلا كبير يعني 5 طوابق وكنت ماجراه والجماعه جات لك الدنيا كلها وخلاص دار تغير رايك دار تبقيه حاجه ثانيه اوكي. ده بكون شنو ده بكون تشينج دريفن يعني ده التغيير هو اللي خلاك انك تعملي المشروع بس خلاص تمام تمام شكرا الله يديك العافيه. اي سؤال يا شباب؟ دكتور الله يديك العافيه. نعم بس ممكن تبعت لنا نفس السلايد دي على الايميل؟ جدا جدا اصلا انا باخدها في باخدها. انت معنا في الكلاس روم ولا ما معنا؟ لا معك في الكلاس روم طبعا. معك في الكلاس روم حتلقاها طوالي في ايوه حتلقاها دي حتلقاها موجوده. انا بعت لك يا دكتور الايميل بتاعي الخاص عندك في الشات. انا ما موجود معاكم في الكلاس روم عشان كده. جدا جدا يا عمار جدا بعت لك جدا ما عندك مشكله. ايوه ومفروض يا دكتور ترسل الكويز الثاني صح ولا الثالث؟ بكره الثالث بكره. لا الثاني الثاني لا الثاني الثاني شباب ما شاء الله عملوه قبل شويه انا غشناه بالله. ما عملته عملت الاول. لا الاثنين اعمليه واعمليه واعمليه يعني انت بالعكس حتجيبه فيه 200% لانه تمام آه خالد. انا كمان لو ممكن تترسل يا دكتور ثاني بس في الجروب بتاع الواتساب او ممكن ارسل لك هي افتكر الكويز اللي فاتت دي كانت قبل ما انا انضم للجروب لو اوكي. الكويز الاولى ولا الثانيه قصدك؟ الاثنين. انا مع يا دوب دخلت الليل. اوكي جدا محمد اوكي جدا ما في مشكله. انا راح اضيفه في الارض لو بضيفه في الكلاس روم وبعد ذاك بفتحهم يعني. طيب يا دكتور معلش بس عندي مشكله. انت عندك مشكله في الـ في الـ في الـ في الكلاس روم؟ ايوه فانا مش عارفه اعمل ايه. طيب صراحة دي يعني دي مشكلة. ممكن انا ارسل لك الحاجات بتلقاها في الـ في الـ في الواتساب اوكي. لكن بتبقى بس بالنسبة لي يعني مش انه لكن بس بتبقى لك انت ذاتك عشان تكاتش مع الحاجات وكده بتبقى لك شوية فيها صعبة يعني. لكن ممكن نرسل لك في الواتساب جروب يعني نرسل لك الكويس تعمليها وترسلها لي. تمام. ما فيش ده باللغة العربية؟ باللغه العربيه والله لانه تخلي معظم الشباب عايزينها باللغه الانجليزيه لكن صعبه شويه بتكون انا بالنسبه صعبة. لي صراحه الترجمه حيكون فيها مشكله يعني ما صحيح. انا حاولت غايته يعني حاولت اجتهدت في معاك متابعه حاولت اجتهدت في بعض المصطلحات ما اعرف الناس قرتها ولا لا. ايوه ممتاز ممتاز استاذه نهاد شرحت في الشات لو لاحظتوا. اوكي تمام ممتاز جدا ايوه تمام ممتاز ممتاز. انا ما بس قلت يعني حاولت غايته جبت على عملت. شوفوا انتوا يا جماعه استفيدوا من الواتساب جروب يعني عادي ما في مشكله يعني احنا كلنا بنتعلم من بعض يعني انا ذاتي سي والله تعلمت منكم حاجات كثيره فناقشوا الحاجات دي يعني حتى لو في واحد مثلا في تيرمينولوجي في كلمه يعني غلبته كده قول الكلمه دي شنو يعني عادي ما فيها حاجه يعني فكلنا بنتعلم يعني ما دكتور اسنان لا يتعلمان مستحي. شكرا متكبر ما فينا الحمد لله اكيد ما فينا واحد متكبر لكن يمكن واحد يكون يخجل شويه يعني. ها كتاب ده دخل شي زوج هاي انا يعني ما عارف البتاعه بتاعت الكاميرا دي ما عارف هل ليه علاقه باللينك بتاع الفيسبوك يعني ما بتفتح معي مثلا ولا ما اعرف هل هي مربوطه ال بتاعت الكاميرا بتاعت الزوم دي هل مربوطه بالفيسبوك ولا لا يعني انا الكاميرا بتاعتي انا لا الكاميرا بتاعتي انا بتاعت الزوم بتاعت لا مفروض تكون شغال عادي ما عندي علاقه لا انا رابط الزوم بتاعي بالواتساب لكن انت سوري اوكي. السلام عليكم استاذ. وعليكم السلام ورحمه الله. لا في قناة طبعا المحاضرة دي جديد معكم يا عمر تفضل. فما عارف عندكم جروب انتو ولا كيف النظام عشان احنا عندنا جروب رسلي في طيب رسلي في الفيسبوك احسن في الماسنجر بتاع الفيسبوك رسلي التليفونك
رقم تلفونك والجيميل اكاونت بتاعك لو عندك جيميل بيكون احسن طبعا. تمام خلاص برسل لك الجيميل. يا شباب منو اللي عنده هوت ميل او ياهو هنا في ايوه عندنا يشتغل معكم عادي مع الكلاس روم؟ لا ما اشتغل. ما بيشتغل مع الايوه لانه ده مع مع الجيميل. ده جيميل جيميل لكل جيميل. هو بتاعت الدرايف دي بتاعت الجيميل ما بيشتغل في الهوت ميل ابدا يشتغل. ما بيشتغل ايوه لانه الهوت ميل عندهم براون عندهم الون درايف عندهم حاجات براون. صح. اوكي يا شباب اي سؤال اي مداخله نختم. شاكرين كثير جزاك الله خير. شكرا. سلام عليكم. الله يسعدك. الله يسعدك. شكرا جزيلا وشكرا لك. الله يجزيك خير يا دكتور. يلا فمان الله. الله يهديك العافيه. جود نايت. شكرا يا دكتور. الله يسلمك. ربنا يديك العافيه. الله يعافيكم يا اخي. شكرا جزيلا. شكرا. جزاك الله خير يا دكتور. ان شاء الله. الله يسلمك. الله يسلمك. شكرا.